متشكرين يا عمده وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. متشكرين يا باشا. بس على النبي عم عماد تعظيم سلامه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عملاء كرام، اعزائي المشاهدين في كل مكان، رجعت لكم تاني من قناه الاهلي مع عم اسلام وعم سعيد عوض. دي بقى المكرونه ايه اللي هي ايه بقى يا باشا عم بركات؟ اللي هي السيكو ايه؟ قلت لك عليها اللي هي سيكو ستيك. سيكو مكرونه؟ اه سيكو ستيك. ايه يا باشا؟ اي والملوخيه جت اهي اهي. اه. اتحمرت اهي. اه. واهي شويه الكزبره الجمال. اه. شويه الكزبره. ادي تقليبه. حط الطاجن جنبك. وحضر معلقتك الطاجن يا رجل. هيزعقلك هيزعقلك مش على كده. ده هيبهدل الهدوم والله. يضربك يا عمال يضرب في ايه ده يا عم ناصر؟ بقول لك ايه، ما تضربش في الهوا ناصر. الحلاوه دي اهي يا لهوي. حضر كل واحد يمسك معلقه. كل واحد يمسك. ايه ده؟ دي بتطلع قلوب وربنا بتطلع قلوب حقيقي. مش تهريج، مش كابتن سيد معوض ورا حبيبي اهو. الصلاه على النبي. نفسي حد يقول لي الو ازيك يا ناصر. كله عم اسلام عم اسلام. من ساعه ما جيت كله عم اسلام. الو عم اسلام وناصر ده يعني كده كده. لا لا يا لهوي. اه 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 يا لهوي اهي. يا لهوي عليك يا باشا. خد بقى معلقتك. فين الحركه الشهيه بتاعتي؟ معلقتك عادي يا عم. يا بترمز ايه لايه بقى الحركه؟ لا يعني حركه كده انا بديك حته لحمه كانها لحمه عينه يعني. طب يا ناصر قول انت قالوا المره دي. انا مش هقول بس مفاجاه يعني. تعملي مفاجاه. حد قال لك يا لئيم في ودنك ده بقى؟ ده تحديدا، ده تحديدا يعني عامل حاجه كده ايه اسطوريه. لا والله. اه خلينا قول الو وشوف انت بقى. انا مش هقول مين. الو مين معايا؟ ازيك يا عم ناصر؟ مين معايا يا باشا؟ مين معايا؟ بقول لك ايه، هو في البدايه كده كل سنه طيبين. هو بركات مبحله ليه قوي كده في الملوخيه؟ لا ده حبيبي بقى. اقول لمين كده؟ ده بيبو ده. الو يا باشا انا اجيب لك. انت عايزني يعني بعد وقفه ناصر يا عم خالد؟ اول والله العظيم اول لعيب كوره جه كان عندي. اه والله العظيم كنت بعده الناحيه الثانيه عند الشجره كان راح جاب. ايوه ايوه. لا خلينا ماشيين. يلا فين البتاع يا كابتن مصر؟ مش هتحييه ولا ايه يا عم ناصر؟ كل سنه طيب يا باشا. يا عمنا يا عم الناس، وحشني جدا 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 جدا. وبعدين بجد والله العظيم عم خالد مبسوط. اقول لكم الحقيقه يا جماعه. ايوه ايوه. عم خالد بقى اكله كله سنبل وموز. ده والله ده اللي مالوش في الاكل ده خالص يعني. ربنا يحرسه الا هو. يا نجم وحشنا وكل سنه وانت طيب وسنه جميله عليك وسعيده عليك. نجم الكبير طبعا كابتن خالد بيبو. تحيات طبعا كابتن بركات وكابتن سيد معوض. وحشنا يا خالد. ده حلقه جامده جدا. ده مش موت. انتحارين مصر كلها بصراحه معاك حبيبي. حبيبي يا خلوده ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب يا بيبو. كل سنه طيب كابتن اسلام. جدا عم خالد انت حضرت معانا السيكو سيكو ستيك. بص السيكو ستيك عم خالد انت طبعا مالكش في الكلام ده. شفت انت بص دوت ده كده انت كده ممكن ما تتعشاش لو انت شفته. لا ما انا كفايه بتفرج عليكم طبعا. طبعا كابتن اسلام يعني سعيد جدا ان انا بشوفك طبعا على الشاشه قناه النادي الاهلي. وسعيد جدا بشكل القناه بصراحه بمنتهى الامانه. حاجه حلوه قوي. واتمنى دايما التوفيق ليك. سعيد كابتن محمد بركات والله وحشني جدا حبيبي يا بيبو. بتمنى له التوفيق. يعني مهمه صعبه جدا وان شاء الله بدات كويس وان شاء الله تختم بشكل كويس كده وتعمل حاجه كويسه. منتخب مصر كلها مسؤوليه كبيره معاك كابتن سيد معوض طبعا. دعواتك يا ريس. يا ربنا يكرمكم طبعا. احنا كلنا في ظهركم طبعا مع كابتن حسام بدري. بتمنى له التوفيق وكلنا بنساند الكابتن حسام ان شاء الله لغايه اما يعمل احسن حاجه يقدر يعملها. كلنا بنسانده وبنساعده يعني. فكرك هيقدر يعمل حاجه؟ فكرك هيقدر يعمل حاجه بوجود سيد معوض؟ لا ده سيد معوض وبركات يعني. لا بقول لك ايه، انا ماليش دعوه ببركات. بقول لك ايه، لا لا بقول لك ايه، ما تدخلنيش في فنيات. انا مش فني. انا كنت لسه اقول عليك كلام كويس يعني. انا كنت لسه اقول لاسلام اقول له بصراحه يعني دي شهاده حق والله. بيبو وجوده في قطاع الناشئين في النادي الاهلي فارق بشكل كبير. واضح جدا طبعا.
اولا ان الولاد شايفين قدامهم نجم كبير شافوه في الملعب، فده فارق مع اللعيبه بشكل كبير. وتاني حاجه في حاجه مختلفه زي ما قلنا اسلام في الاول، ان الجيل ده يستحق ان هو ياخد الفرصه زي ما بيبو خدها كده. يعني بيبو ان شاء الله يعني نتمنى التوفيق، نتمنى ان القطاع على ايده وعلى ايد الناس اللي موجودين معاه المدربين والمسؤولين يكون في احسن حال. انما باين البدايه القويه في النادي الاهلي السنه دي قطاع الناشئين ده، يعني بعد سنتين ثلاثه ان شاء الله هيكون موجود 3 او 4 لعيبه موجودين في الفريق الاول، وهيطلع لعيبه كتير جدا. النظام اللي ماشي بيه، الشكل اللي باين بيه القطاع، الحاجات انا يمكن بقول كده عشان يمكن متواجد بشكل كبير في التمرين في ماتشات الناشئين، فبشوف التغيير، بشوف التغيير اللي حصل، فواضح ان في حاجه جديده في النادي الاهلي. فان شاء الله يعني بتمنى التوفيق لبيبو وربنا يكرمه يا رب ان شاء الله. يعني شكرا كابتن سيد، طبعا خليني اخد من الكابتن سيد بس الكلام واشكره طبعا. وزي ما كان بيتكلم الكابتن سيد، يعني انا سعيد جدا 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 ان احنا الجيل بتاعنا يعني دلوقتي موجود بشكل كويس. اما يعني لما بقول لك كابتن اسلام وانت موجود على الشاشه والبرنامج بتاعك طبعا محترم ان شاء الله يكسر الدنيا كلها، وده احنا متعودين منك على كده حبيبي. وبعدين يبقى جنبك على طول كابتن محمد بركات مدير منتخب مصر، اللي كل لعيبه مصر تتمنى ان هي تسلم على كابتن محمد بركات، مش ان هي تبقى هو يشتغل تحت اشرافه يعني. ودي حاجه احنا كلنا يعني كلنا كنا بنحب بركات في الملعب، وان هو يكون موجود في الشغل الاداري اتمنى له التوفيق. ربنا يكرمك يا كابتن معوض، واحد من احسن باكات ليفت يعني حصلت في تاريخ النادي الاهلي. خالد معلش خليك معانا ثانيه بالظبط كده، لان احنا دلوقتي الساعه 12 بالظبط نشوف احتفالات كل انا عاوز افرجك بس عم خالد، سيبك بقى من انت برنس والله. بص بقى ما ينفعش انت ده عم خالد ده ما يجيش جنبك، ما ينفعش. لا 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 ده سيكو من بار، انت بتحب الاستيك بس، انت بتحب الاستيك يا عم خالد يا بيبو. بيبو اتفضل يا نجم.